ما يكون مثلية وأسمع الله يحد فيها من جهة من جوية أربعة كان يحد فيها تزيد فيها وهو ما فيها يجيب شيء اسم ما منها تدخلوا فيها ولا شيء اسم فيها وتخرجوا منها واللحن الله تعالى قال فدعوه بها أنت تكفش تحضر بها الجنود أنت تقول لك فلان عنده اسم فيها حضر بها وتعرف بها قال لك لازم في الفراسك وما تتعرف وكان شرع مسهوري بيك وما تسمعه فأفسوس إيه العياذ بالله هذوك معناه يحولوا المقصود من اسماء الله وهو تعالى به ندعوه ندعوه وندعو به ندعو به وله وكانت تيولوجيا اخرى ولله الاسماء فادعوه بها والجانب الرابع والاخر هو تحت في الاداه ديالها هو السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ولا يقول عليكم عليكم دارجة ما تقلش كل شيء العربية السلام دارجة تقول الله ثم عليهم تقول عليهم تقول عليهم هذه تقول عليهم في الفاتحة ولا غيري صلاة بطلة إنه هو غيري لكن لو قلت غيري بحاجة تقول غيري على رجل غيري من الغيرة كيف كيف قلت من الغيرة في الزجاج يا غيري منتي غير المغضوب عليهم أتصبح ما ديك غير المغضوب عليهم إن ديك العربية فيها النفي سيكون بالاسم بالحرف لن لن لا عزيز لا لا كذا لا عزيز النفي بلا وبلن بالحرف وبالفعل ليس ليس لي نفي الحالي وهي تنفي سواه مع قراتي ليس لي نفي الحالي وهو فعل نو تيجي تقول الستور سناو كذا فتلحق به طبيعي وكاين بالنفي بالاسم هو غير غيري كذا نفي معناه اخراج قالوا الفتيحة فيها الخرج لها غير المغضوب عليهم وفي الاول جاي لها الحمد الحمد تيجي على الولا على نكته ولي الله الحمد لله الولا لله وغير المغضوب عليهم في البراء من اعداء الله وهم المغضوب عليهم المغضوب عليهم هم اليهود والنصارى هم الضالون وغير المغضوب عليهم ولا الضالين عرفت عليهم الله اليهود انهم عرفوا الحق وتركوه فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا والعياذ بالله وما يستحقوا الغضب غلب عليهم الامنيه النصارى لا في دينهم راح تتكلموا على الدين ما تتكلموا على اختراعات لا كذا يدبروا لكم بعدك باب الدنيا يقدر يكون باب الثقافه الماديه عثارت وكذا 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 ما يغركش هذاك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في بلاد متاع خليط ثم ماواهم جهنم وبئس المهاد ها ايه دوك مثلا يكون يقول لك كذا وكذا هذه قبول الدنيا لا تتكلموا بالدين ما عندهم تقلبات هما الغالبه عليهم الامنيه ما يتسموا ظالمين كنت يقول لها عندي فقيت منهم وكان في عادي اللي بيتنا حكي لك مرة يرجع تاري 65 سنة احنا حاضرين في التفسير سيدي حمايا قرر وكان في احفظ تفسير زيان الناس في رحمه الله وتحد احد بيت السنة ولا الضالين لانك نصارى رهضان للمدرين الضال هو المدر الضال الله هي اللي تدر لك فتقول لك امن شاف كذا امن كذا كذا لك هذيك هي الضال انشاد الضالة هي المدرة اكتفاهمنا لانك مدرة مستدعينه قلدناهم في البلد قلدناهم في حلق اليحيى قلدناهم في حلق بعض الرسل قلدناهم العياذ بالله في البنطلون انسان تيعزل لحالك تيقول الشيخ ليه وكل يوم وحديد للعورة تحديد للعورة تتلقى انسان لابس هو محدد له عورته بحيث ما لابس والعياذ بالله ولا تدرك ترى ماشي بقى بقى غير في رجال ولا تفشح حتى في النساء ولا حتى هما كانت المرأة معروفة بالحياة ديالها ودروك عرفتي أسماء الفقير البني ذكر الله رحمة الله عليه سماها هذا اللباس ديالنا تلبس ديال الغد سماها بالتبرج ديال الرجال كيف كان التبرج في العيالات كاين حتى في الرجال تتلقى الإنسان العورة ديالته معزولة ومحددة والعياذ بالله حسبي الله ونعم الوكيل دروك الفقير البني كنت يقول بالتحرير ديال البنطلون رحمه الله وهذا كسبوه
بقيت جوجي ديال الكتاب تحرير تقليد الغرب لباس هوم وبجيهم كان عاوز هذاك الشيء ديالهم لا عما تبدلنا دوك الشيء عما تبيه بالولا عياذ بالله قال هذه لباس عند اللباس الاسلامي واحد سبحان الله دار واحد الدكتوره في لباس الراجل كيف يكون فيه جوج المجلدات راه غير عند راسه هي محطوط جوج جوج المجلدات في اللباس ديال الراجل خلينا نراه ما انا مره واضح المساء يا هادشي اللي قال سيدنا عمار قال ثلاث من استكمل فقد استكمل الايمان لانصاف من نفسك لانصاف من يقطع وابدو السلام للعالم واضحه ان شاء الله نخليكم تصلوا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت ما تيسقى غير الحديد اللي تسقى الشقة لا لا تبقى تبقى تعديد أنا أقول لكم